الدب الروسي الشرس قد خرج من هدوئه وثباته، يحذر السفارات والحكومات صارخا لقد طفح الكيل، ويعد بكل جسارة بأنه لو نفذ لن يتمكن أحد حتى من رمش عينيه، يهدد ويتوعد ويحذر، إن لم ينصع العالم لمطالبه فلن يرحم أحدا. فما الذي يخطط له بوتين؟ وما أهمية أوكرانيا بين جميع دول العالم حتى أن حلف الناتو يريد ضمها إليه؟ والأهم من ذلك، ماذا سيحدث لو تصرف بوتين؟ ماذا سيحدث لروسيا إذا احتلت أوكرانيا؟ تاريخ أوكرانيا مع حلف الناتو. بدأت العلاقات بين حلف الناتو وأوكرانيا بشكل رسمي بعد أن أصبحت أوكرانيا أول دولة من رابطة الدول المستقلة تدخل منظمة الشراكة من أجل السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي في شهر فبراير من عام 1994. في صيف عام 1995 كثف حلف شمال الأطلسي جهوده لمساعدة أوكرانيا في تخفيف آثار كارثة مياه الشرب في مدينة خاركيف في أول تعاون مباشر بين حلف الناتو وأوكرانيا، واستمر بتقديم المساعدات لأوكرانيا بغية توطيد العلاقة معها ليكون له منفذ إلى المعسكر الشرقي وإلى روسيا تحديداً. في شهر كانون الثاني من عام 2008 قوبل اقتراح حكومة يوليا تيموشينكو الثانية بشأن وضع خطة عمل لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي بالمعارضة، حيث دعت عريضة تضم أكثر من 2 مليون توقيع إلى إجراء استفتاء حول انضمام أوكرانيا إلى الناتو. ونتيجة لذلك أيد حوالي 60% من الأوكرانيين فكرة إجراء استفتاء وطني حول الانضمام إلى الناتو، إلا أن روسيا كانت واقفة بالمرصاد، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يسمح بأي شكل من الأشكال أن يقترب الحلف من الأراضي المحيطة بروسيا، وهذا ما قاد إلى سيطرة روسيا على جزر القرم في عام 2014. إلا أن حلف الناتو مستمر بجهوده، فهو يرسل اليوم المساعدات العسكرية اللازمة لإعطاء الجيش الأوكراني القوة والكفاءة الكافيتين للتصدي لروسيا في حالة الهجوم، وهذا ما لن تقبله روسيا أبدا، فهي تهدد وتتوعد وترفع كلمتها عاليا، فمن ذا الذي يجرؤ على مواجهة روسيا في أرض كانت سالفا جزءا من أراضيها؟ نظرة إلى المستقبل. من الجدير بالذكر أن الأمر الأهم الذي من الممكن أن يحدث هو الضرر الاقتصادي الكبير الذي سيصيب الدول العربية وخاصة بلاد الشام، فهي تستورد القمح الذي يعد أساسيا وضروريا للخبز من أوكرانيا، مما يعني فقدان السلعة الأساسية على وجه البلاد كاملة، وعلى نطاق أوسع تنضم مصر إلى القائمة كذلك، وبهذا يكون الضرر يجتاح الدول العربية البعيدة عن أجواء الحرب الروسية الأمريكية، فأي جحيم سيصيب الدول الواقعة في مركز الحرب؟ أوكرانيا ليست بؤرة القمح وحسب، النفط والزيت والغاز كل ذلك يقع تحت سيطرتها، فهي ترسل وتصدر مواردها إلى العالم أجمع، وهذا تحديدا سبب إرادة الناتو لضمها له، فلا دولة قوية بلا اقتصاد قوي، وأوكرانيا أكبر دليل على ذلك. وحتى لو استمر التصدير فالهجوم الروسي وحده سيسبب توقف الزراعة والصناعة بسبب دخول البلاد حالة حرب، وبهذا يكون غزو أوكرانيا سببا رئيسيا لتهديد أمن الغذاء العالمي كاملا. وماذا عن النووي؟ هذا مجلد متفرد في نفسه، فالسلاح النووي قادر على مسح الأرض عن بكرة أبيها، وبهذا تكون الحرب العالمية الرابعة حربا بالحجارة. وهل هذا سيوقف روسيا؟ بالطبع لا،
فالغضب ساطع بين عيني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي لن يتراجع عن تحقيق مبتغاه، على الرغم من التهديد والوعيد من قبل الأمم المتحدة بالعقوبات الصارمة والمجحفة بحقه وبحق شعبه. أم العقوبات، تهديد عالمي يطال روسيا. تبدأ هذه العقوبات بمنع روسيا من المشاركة في النظام العالمي المالي سويفت، وهو عبارة عن خدمة إرسال الأموال عبر العالم، ويستعمل في آلاف المؤسسات المالية بأكثر من 200 دولة. وبهذا لن تتمكن البنوك الروسية من القيام بأعمال تجارية في الخارج وإدراج بعض البنوك الروسية بالقائمة السوداء، الأمر الذي يجعل من غير الممكن على أي شخص في العالم إجراء معاملات معها واتخاذ إجراءات لمنع وصول روسيا إلى أسواق الديون الدولية، إلى جانب تقييد قدرة المؤسسات والبنوك الغربية على شراء السندات الروسية، بالإضافة إلى حرمان موسكو من المعاملات المالية التي يستخدم فيها الدولار الأمريكي، ما يعني تأثيرا مدويا على الاقتصاد الروسي الذي تعتمد معظم مبيعاته من النفط والغاز على الدولار. وكذلك منع موسكو من الاستفادة من تقنيات تقوم واشنطن بتصنيعها أو تصميمها، وعلى رأسها قطاعات الدفاع والفضاء في روسيا وقطاعات اقتصادية كاملة. والأكثر تأثيرا هو التخلي عن خط أنابيب الغاز الجديد تحت بحر البلطيق الذي يمتد من روسيا إلى ألمانيا واسمه نورد ستريم 2، الذي لم يقضي وقتا كبيرا، مما سيكلف الحكومة الروسية كل ما تملك لإعادة بناء اقتصادها في حال تمكنت من ذلك. وتطال هذه العقوبات الشعب الروسي، بداية بالرئيس الروسي من خلال تجميد الأصول المالية وحظر السفر له ولبعض المقربين منه، وفرض بعض العقوبات لتقييد قدرة الأفراد الروس على الاستثمار والعيش في لندن. وكل هذا لأجل أوكرانيا وحدها. فكيف ستكون النتيجة؟ وهل ستقوم الحرب العالمية الثالثة حقا؟ أم أنها ستنتهي بالسلم؟